شهر رمضان هو شهر المحبة وجامعة الأهل وجامعة الأصحاب. نحن برمضان كنا نقعد بالبيت زمان، بس هلأ هيدا الوضع بالعكس، صار الواحد يحب يظهر ويغير جو. الشيء اللي كتير حلو برمضان هو جمعة العيلة مع الأحبة والأصدقاء، إن كان بالمطاعم إن كان بالبيوت. هيدي الجمعة ما بتتمن بكنوز الدنيا. قبل كنا نبقى مع الأهل، هلأ لا، لأن واحد مش طايق حاله فبحب عباله يظهر. وتجتمعي مع الأهل والأحبة، اللمة ما بتصير إلا برمضان، وأحلى شيء جمعة برمضان. رمضان من زمان بلبنان في له طابع خاص. شهر رمضان شهر قبل كل شيء مبارك، مبارك للكل، الكل بيحتفلوا فيه. طبعا الطائفة الإسلامية الكريمة بتحتفل فيه، وطبعا الطائفة المسيحية بتنال نصيبة كمان من عيش هالجو، كون نحن بلد قايم على التعايش من كتير زمان. جو رمضان بالمطعم بيتغير بطريقة كتير حلوة، جو عائلة، جو دفى، جو خشوع صلاة، العالم بتحسيها بترجع لربها أكتر، بتحب الجمعات العائلية، بتحب الظهرات العائلية. ما بخبرك شو بصير جوا بالمطبخ برمضان، العجقة تبعه، عجقة الفطور، عجقة التحضير، انه ليكون كل شيء جاهز قبل الله أكبر، يكون كله موجود، الأكل كله يكون سخن، الشوربة تكون عم تغلي، البارد نازل على وقته، كل شيء يكون جاهز ومحضر، لأنه أنت في عندك وقت محدد ملزمة أنك تكوني عم تصرفي فيه. اللي بيضي أكتر شيء هو الطبخ الشرقي، أكتر شيء بيتغير هون، يعني كل يوم في عندك نوع طبخ شيء بينزل للعالم، والطبخ بيكون معمول بطريقة أنه يكون دسم شوي، معروف للكل. هو شهر الألفة، شهر المحبة، بس بذات الوقت ما لازم ننسى انه في ناس محتاجة، في ناس جوعانة، في ناس بحاجة لأكل، بحاجة لمأوى. بيبقى أكل كتير عنا، في قسم منه نحن بنعطيه للموظفين تبعولنا، في قسم منه نحن دايما بنحرص انه يلي بيقدر يستعمل مرة تانية بدون ما يسبب أي إزعاج أو أمراض تانية، منحرص على أنه نوزعه لكتير عالم موجودين حوالينا وعيال محتاجة نحن منعرفها وهن بيعرفونا. بالنهاية نحن هلأ بوقت كتير صعب، صعب على العالم كلياته، صعب اقتصاديا بكل البلد، أنك أنت ما عم تكبي حبة رز مثل ما بيقولوا، هذا شيء كتير مهم. دايما في طريقة للأكل أنه ما ينكب. في اشياء بالاكل يمكن بخاف الواحد انه يخليها بتنتزع او ما بيقدر يرجع ياكلها، بغض النظر اذا هو يحافظ عليها بطريقه منيحه او لا، ولكن كل شيء اكل تقدر انت تعطيه لمحتاج، وخاصه بهيدا الشهر الفضيل، بتكون عم تكسب فيه حسنه، بتكون عم تروي بطن جوعان. ان شاء الله بيكون هيدا الشهر الفضيل كتير منيح، ووجه كتير خير على الجميع، وبتمنى لكم كل الخير.